انا ما عدت في البيت اكتر من ربع ساعه او تلت ساعه بالظبط، يدوب غيرت هدومي واخدت مفاتيحي ونزلت. استحميتي؟ نعم. هدوم من فضلكم. انا مش فاهمه ايه علاقه ده بالموضوع الحقيقه، بس يعني لا ما استحمتش نزلت على طول. كان كامل الله يرحمه كان لسه نايم. ماشي ماشي، ممكن تحكي ايه اللي حصل بعد كده؟ ولا حاجة، يعني نزلت أخدت تاكسي ورحت المعادي، قابلت واحدة صاحبتي وبس كده. أنا بس مش فاهم أنت إزاي ما استحمتيش؟ هدوم من فضلكم. فهل رحتي تعملي أي حاجة في شكلك في أي مكان قبل ما تروحي المكان اللي انت سهرتي فيه؟ لا انا ما نزلتش عملت اي حاجه في شكلي عشان انا ما برجعش من الشغل معفنه. اللي مش هيلتزم هيطلع بره. دي صورتك في المكان اللي انت كنت فيه صح؟ بالظبط هي دي صورتي وقت الجريمه بالظبط. شكرا، تقدري تستريحي. مرسي. سيادة الرئيس، مدام نسرين، الكاميرا بتاعت الصيدلية اللي قدام العمارة جابت مدام نسرين وهي داخلة العمارة وكان شعرها مفروض، بس في الصورة دي يا سيادة الرئيس شعرها معمول حلقان، والحلقان دي بتاخد وقت كتير جدا عشان تتعمل. كريم انت عارف لازم اغسله الاول وبعد كده استناه ينشف ساعتين ثلاثه بعدين ابدا بقى اعمله كريم. لازم الشعر يتغسل ويقعد من ساعتين لثلاث ساعات تقريبا عشان تلتزم يا استاذ بالموضوع بدون الدخول في تفريعات. اللي اقصده يا ريس ان دليل البراءه الوحيد اللي موجود هو نفسه دليل الادانه، لان شعرها مش هيتعمل حلقان لوحده، وهي على شهادتها بتقول ان هي قعدت في البيت ربع ساعه وما استحمتش ولا راحت كوافير عشان تعمل شعرها. تاني حاجة سيادة الرئيس، مدام نسرين بتقول إن هي نزلت طلبت تاكسي وده غلط. هي طلبت أوبر. هي دي الست وهي نازلة من الشقة؟ وأنت معاك الفيديو ده ليه؟ وباين قدام حضرتك سجل الرحلات بتاعها. طلبت أوبر الساعة 9:38 دقيقة. وده على شهادتها الوقت اللي هي بتقول فيه ان هي كانت في المكان اللي سهرانه فيه. وبناء على تضارب اقوال الشاهده بطالب بتحويلها من شاهده لمتهم، وذلك لتوافر اسباب الادانه. الف الف مبروك يا روح القلب، دي ايه الحلاوه دي؟ ما تصدقش نفسك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.